ندخل داخل ما نقدرش نخرج بالبلاصه اكيد هذه كمان استعجبني من بعد نعاود ونرجعوا مع بعضنا فقط نشوفوا هذا صبر الاراء كاميرا برنامج ديال شباب خرجت للشارع وسقسات عامه الناس على رايهم في هذا روح التضامن والمواطنه عند الشباب ولا عند المواطن الجزائري بصفه عامه نشوفوا هذا صبر الاراء ونعاودوا نوليو ما تروحوش بعيد نحب بلادي وشكون ما يحبش بلاده حاجه مليحه هذه بلادي انا جزائري وهذه بلادي ونحب بلادي ونحب شو هذا نحب الدرابو انا كاين ناس داروا بزاف حوايج باش حنا يريحونا من بعد يونيفرسال يا معروف بلي شعب الجزائري يجبر روح وطني كاين امور الاولاد نتاعها ما كانش الامات اللي تسمح في الاولاد نتاعها ومرتو ليزاجيري هكذاك مع الجزائر انا نحب بلادي وماذا بيا نكمل هنا حياتي يعني نقرا هنا ونخدم هنا كل واحد فينا قادر يكون مواطن صالح في مجال التخصص نتاعك شوف بلادي غاز في البلاد باش نبداك بلادنا توجور في دار معاها ندخل نتعاونوا نخدموا حنا في بلادنا ما نروحش نحرك ما نروحش نريسكي مع مريانا ولا شاك فوا الواحد كي يروح ليترونجي دائما راسو دائما يرجع البلاد شغل روح الوطنية تقدر تكون زادت معانا الوطنية سيرتو حنا لي زالجيريان روح الوطنية نفسها فيها جدودنا افون ولي بروفيرنا بيان سور نفهم الوطنية انا عندي لي درابو لازم كل الشباب يتعاونوا يكونوا يد في يد وينوضوا ماذا بهم بيبنوا البلاد هذا تضامن نتاع الشباب شوف كاش ما يصرف في فلوس ما تلقى الشباب يهب هبة واحدة الشباب راح السودان راح السودان كاين اللي قاعد يبكي باش يروح ما عنده والو وزوالي ما عنده والو والله يبيع فيس فيستا تاعو باش يروح السودان انا نفرح نشوف ولاد بلادي كثر يفرحوا معنا في ماتش والله كيما صار ام درما ما نكذبش عليك انا اخر سنين جاري في الطريق يتعاون الشعب الجزائري مع بعضه يكذب عليك وانا صرات لي ما نكذبش عليك وانا في بلد في الخارج في وقت الزنزانة في وقت الفيضانات تهدوا والله الروح وطنية ليس لها معيار تقاس ان لم نقم نحن بزرعها في ابنائنا الاجيال هذه ماذا بينا يحملوا المشعل ويقدموا حاجه لهذا الوطن انا مادام عندي الوطنيه ولادي تكون عندهم بطوله كيما دوكا انا نحكي لولادي يحكوا لي يقولوا لي وانا قداش بلاد هذه اللي حواليها الشهداء هذه عرفتوها والدينا من تاريخ تاع الجزائر لاجيري جي جامي جو شونجري جامي جو شونجري جامي جي لا بروف جي ديفورسي افيك ان اترونجي ا كوز دو لاجيري فيف لاجيري حنا هنايا بيناتنا نتكلموا الضارب بصح يدخل واحد براني بيناتنا ما راحش يسلك الجزائر كي تقول الشباب هو اللي خطر خطر ما تكلعت على واحد تكلع الشباب هذا مادام هي بلادي تكون هي الخيره في البلدان العربيه ما تمشي عليه وهي الخيره